بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بيكم في القناة الطبية. النهاردة مع دواء جديد، هو تلفاست. تلفاست مضاد للحساسية، لعلاج البرد، علاج الرشح، علاج الإكزيما، علاج الصدفية. تلفاست يستعمل بكثرة في علاج الأمراض الجلدية. المادة الفعالة فيه هي فيسكوفينادين، هي من مضادات الهستامين، تعمل على تقليل آثار الهستامين الكيميائية الطبيعية في الجسم. وتلفاست هو أكثر أدوية علاج الحساسية شهرة لتأثيره القوي وتأثيره السريع في علاج الحساسية وعلاج التهابات الجلد التي يصاحبها احمرار مثل الإكزيما. أول حاجة نتكلم فيها عن تلفاست هي مكونات تلفاست. تلفاست يتم وصفه من قبل الطبيب للقضاء على البرد والحساسية. يحتوي على المادة الفعالة فيكسوفينادين، تعمل مضاد للهستامين. ايه هي دواعي استعمال تلفاست؟ رقم واحد، يستعمل لعلاج الحكة الجلدية الشديدة والحساسية الجلدية عند الأطفال والكبار. رقم اتنين، يستعمل لعلاج طفح القراص، حيث يجب أن تستخدم هذا العقار طفح القراص. أيضا يستعمل لعلاج الالتهابات الجلدية الناتجة عن مرض الإكزيما. رقم أربعة، يستعمل عند العلاج من الحساسية الناتجة من أمراض الكلى والكبد. رقم خمسة، يستعمل لعلاج الصدفية، وهي من الأمراض الجلدية المزمنة، تظهر على شكل قشور فضية على الجلد. طيب بالنسبة للحساسية، يعتبر تلفاست من بين الأدوية التي تستعمل في التخلص من الحساسية، لا يتسبب في النعاس، فهو من الأدوية الجيدة التي تقوم بتخفيف حساسية الأنف والحكة الجلدية التي تنتج عن التعرض إلى البرد، ولا يتسبب في النعاس على الإطلاق. بالنسبة للبرد، علاج البرد، يحتوي تلفاست على مضادات الهستامين التي تساهم بشكل كبير في التخلص من أعراض البرد وأعراض الإنفلونزا بشكل عام. من الممكن علاج سيلان الأنف وجميع الأعراض التي تظهر على المريض عند التعرض للبرد باستخدام تلفاست. أيضا الكحة، الكحة لا يعتبر تلفاست من الأدوية المستخدمة في التخلص من الكحة على الإطلاق. في ناس بتستخدمه للكحة، ولكن هذا استخدام خاطئ، هو يستخدم لعلاج البرد والإنفلونزا والأعراض. أما الكحة فتلفاست ليس هو علاج للكحة. الرشح، يقوم الطبيب المعالج بوصف الدواء من أجل التخلص من مشكلة الرشح وسيلان الأنف التي تصاحب دور البرد، نظرا لكون من الأدوية التي تقلل نسبة الهستامين في الجسم. الجيوب الأنفية، تلفاست لا يتم وصفه مع الأدوية التي تعالج الجيوب الأنفية، ليس له علاقة بالجيوب الأنفية، نظرا لكونه من الأدوية التي تساهم في التخلص من الرشح وسيلان الأنف. من الأفضل استشارة الطبيب قبل أن يتم تناول الدواء من أجل الجيوب الأنفية. الارتكارية، من الممكن أن يتم استخدام تلفاست من أجل التخلص من الارتكارية والمشاكل الجلدية التي من بينها الارتكارية بدون التعرض للنعاس، ولكن من الأفضل أن يتم الرجوع للطبيب المعالج من أجل الاستشارة والحصول على الجرعة المناسبة. الأطفال، من الممكن استخدام الأطفال لتلفاست تحت إشراف الطبيب من أجل التخلص من مشاكل عدة من بينها البرد والرشح وآلام الحلق والعطس. الأطفال الرضع، من الممكن أن يتم وصف التلفاست للأطفال الرضع من أجل القضاء على مشاكل عدة من أهمها البرد والحساسية، ومن الأفضل أن يتم ذلك تحت إشراف طبيب الأطفال المختص. الجرعة وطريقة الاستعمال، تختلف الجرعة من مريض لآخر، تختلف حسب حدة المرض وشدته وعمر المريض. الجرعة للبالغين فوق 12 سنة، كورس واحد يوميا، تركيز 120 ملي جرام في الحالة الخاصة بالحساسية للجيوب الأنفية. في حالة التركيز 180 ملي جرام، يمكن أن تقوم باستعمال لكل أنواع الحساسية التي تصيب البشرة. يفضل أخذ العلاج قبل الطعام، وإذا تم تفاوت جرعة لا تقوم بتعويضها بل في اليوم التالي تقوم بأخذها، ولا داعي للقلق. الآثار الجانبية لتلفاست، تختلف الآثار الجانبية لتلفاست. يوجد آثار جانبية يتعرض لها الشخص. ومين هي؟ ايه هي الآثار الجانبية المهمة اللي ممكن يتعرض لها الشخص او المريض
بعد تناولت الفاست. اول حاجة صداع شديد ودوخة شديدة وغثيان. رقم 2 تعب شديد لحالات الجسم المختلفة او لأعضاء الجسم المختلفة. رقم 3 لو تناول المريض تلفاست بكثرة يواجه صعوبة شديدة في النوم، من المحتمل ان يحدث بعض حالات عصبية. من ضمن الاثار الجانبية برضو ان تلفاست يعمل على زيادة ضربات القلب. من ضمن الاثار الجانبية برضو ان تلفاست يمكن ان يسبب اسهال وحساسية على الجلد. من ضمن الاثار الجانبية واخر حاجة ان تلفاست يمكن ان يسبب تورم في الوجه والشفتين واللسان والحلق. طب ايه موانع استعمال تلفاست؟ يمنع استعماله للشخص الذي يعاني من حساسية زائدة من مكونات الفاست. يمنع استعماله للأطفال أقل من 12 سنة. يمنع استعماله للسيدة الحامل لأنه يسبب ضرر للطفل الجنين في بطنها. يمنع استعماله للسيدة المرضع لأنه يسبب ضرر للطفل الرضيع. في حالة وجود مرض القلب عند المريض، اي من امراض القلب، لا يستعمل تلفاست لهذا المريض. اخر حاجة يجب الذهاب للطبيب قبل تناول تلفاست، وتستعمل تلفاست تحت اشراف الطبيب، ده في حالة لو انت كنت من كبار السن. بالنسبة للحامل زي ما قلنا لا توجد دراسات كافية على الدواء، لذا من الافضل على السيدة الحامل عدم استخدام تلفاست. التفاعلات الدوائية لتلفاست مع الأدوية الأخرى يجب أن تتجنب التفاعلات الدوائية مع مضادات الحموض المختلفة مثل ناسيدس وأدوية أخرى، وأيضا لا تستعمل تلفاست وأنت تتناول الكحوليات. طيب بالنسبة لسعر تلفاست، أقراص تلفاست 54 جنيه، اللي هي أقراص تلفاست 120، أقراص تلفاست 180 75 جنيه. دواء شرب تلفاست 100 ملي 30 ملي جرام 20 جنيه. هل تلفاست له بدائل؟ نعم، يوجد كثير من البدائل. زي ايه؟ زي دواء افيل ريتارد، ودواء زيرتك، ودواء كلاريتين، ودواء ستراك، ودواء بريميلان. في نهاية الفيديو ارجو ان انتم تكونوا قد استفدتوا، وارجو ان حضراتكم تدعموا القناة بالاشتراك في القناة لو انت مش مشترك، وضغط لايك، وتفعيل الجرس، تضغط على الجرس عشان يصلك كل فيديو جديد احنا بنعمله. واخر حاجة انت تعمل مشاركة في الفيديو، تعمل له مشاركة على حسابك وعشان اصدقائك يشوفوه. ولو عندك اي تعليق اكتبه. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.